مصطفي بن جعفر عودة نواب المنسحبين من المجلس إثر اغتيال الناشط محمد البراهمي في يوليو الماضي. وكانت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية تعهدت بتقديم استقالتها بعد 3 أسابيع من استئناف الحوار. في إطار خارطة الطريق لإخراج تونس من الأزمة السياسية، عاد نواب المجلس التأسيسي للمشاركة في أعمال المجلس بعد تعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم الاستقالة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقود عملية الحوار الوطني أعلن أن خارطة الطريق تنص على استقالة الحكومة في مدة أقصاها 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، وتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة. وكانت حركة النهضة الإسلامية حاولت بشتى الطرق فرض شروط الانطلاق للحوار، إلا أن المعارضة التي هددت باللجوء إلى الشارع وما صاحبه من أعمال عنف أجبر الحكومة على الرضوخ والجلوس على طاولة الحوار. وينات بالمجلس في المرحلة الحالية إدخال تعديلات على النظام الداخلي وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد.